هندي البيتيوتري جلاند. قبل ما ندخل بيتيوتري جلاند نتكلم شوية أو نتعرف على الاندوكراين سيستم. الاندوكراين سيستم أول جلاند في الاندوكراين سيستم اللي هي البيتيوتري جلاند، بعد كده الثيرويد جلاند، بعد كده الباراثيرويد جلاند، في الادرينال جلاند، في البنكرياس، آخر حاجة هنتكلم فيها في الكورس ده اللي هو الجونادز. عندنا الجونادز بينقسم إلى شقين، في الميل تيستس وفي الفيميل الأوفري. نتكلم كده شوية عن الاندوكراين. الاندوكراين ده أهم حاجة طبعا أو نسمع عن الهرمونات، الهرمونز. الهرمونز دي عبارة عن كيميكال ماسنجرز. ايه فايدتها؟ يعني طبعا الاندوكراين سيستم ده بيشتغل بالهرمونات، ايه فايدته؟ احنا عندنا في جسمنا في تو ريجولاتوري سيستم، في عندنا الاندوكراين سيستم وفي عندنا نيرفس سيستم، ولازم نفهم القصه دي كويس. النيرفس سيستم ده بيشتغل بيبقى رابط بسرعه، يعني جيت امسك حله لقيتها سخنه فبسرعه بحسها بتدخل على النيرفس جوه في السباينال كورد، بيبقى فيه ريفلكس رد فعل على طول مباشره ان انا ارفع ايدي، ما ينفعش ان انا اتاخر، ده هتبقى حاجه بعد كده ايه تاذيني انجري، فده بيشتغل كبروتكتيف فبيبقى سريع. لكن عندنا الاندوكراين ده سلو اكتنج، بيبقى دايما يعني الوظيفه بتاعته بتاخد وقت، يعني بيطلع الهرمون بياخد وقت عقبال لما يحقق لي الوظيفه بتاعتي، تمام؟ فدي مهمه جدا سلو اكتنج. معظم الهرمونات اللي عندنا بتتنظم بطريقه نيجاتيف فيدباك، وهنعرف نيجاتيف فيدباك دي بعد كده في الشرح، تمام؟ ممكن نتكلم عنها حاجه سريعه كده، يعني ايه نيجاتيف فيدباك؟ يعني مثلا انا عندي البيتيوتري جلاند اللي هي الغده النخاميه، تمام؟ بتطلع لي جروس هرمون، الجروس هرمون خلاص طلعت لي كميه من الجروس هرمون، تمام؟ ادت الجروس هرمون ادى الوظيفه بتاعته. طيب ما زالت بتبتدي تطلع ايه؟ جروس هرمون. طب لا انا خلاص الوظيفه، يعني انا خلاص انا اديت الوظيفه بتاعتي، طب اعمل ايه؟ طيب كميه الجروس هرمون اللي هي زايده اللي في الدم دي تروح ترجع تاثر على المصنع بتاعي اللي هو البيتيوتري جلاند، فتخليها ايه؟ تهبط او تثبط او تعمل انهيبيشن لافراز الجروس هرمون. فكده بيشتغل بالنيجاتيف فيدباك، تمام؟ وطبعا احنا زي ما خدنا في ثانوي كده ان الاندوكراين بيتميز برضو انه الجلاند بتاعته داكتلس، ما فيهاش داكت، الهرمونز بتتفرز مباشره في البلط. وزي ما قلنا ان هما بيوتري جلاند، ثايرويد جلاند، باراثايرويد جلاند، ادرينال جلاند، بنكرياس، تيستس، اوفري، دول اهم جلاند عندنا في الكورس ده، تمام؟ أول جلاند اللي هي البيتيوتري جلاند ليها اسم تاني هايبوفيسيس، ودي تعتبر ليها اسم كده ماستر جلاند. ليه؟ لأن هي بتتحكمني في معظم الجلاندز التانية، بتتحكملي في الثيرويد، بتتحكملي في الأدرينال، بتتحكملي في البنكري، في الـ في الـ في الأوفري والتستس، تمام؟ فدي اسمها إيه؟ الماستر جلاند. من فوق في حاجه اسمها الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس ده بيتحكم لي في البيتيوتري جلاند، تمام؟ بينهم وصله، الوصله دي يا اما بيعدي فيها نيرف او بيعدي فيها بلاد فيزلز، وزي ما ناخد قدام هنفهم. يعني لو اشاره انا عاوز اوصلها للبيتيوتري ممكن حاجات معينه بوصلها عن طريق النيرف، ولو انا عاوز البيتيوتري تشتغل بطريقه معينه يبقى الوصله بضطر اشغل البلاد فيزلز، تمام؟ طيب احنا قلنا انها ماستر جلاند بتتحكمني في الجلاندز التانية، فبالتالي بتتحكم لي في الجروس والبلاد بريشر والووتر ريجوليشن وحاجات تانية. بيطلق على الانتي البيتيوتري، بيطلق عليها لا، احنا بقى هنتكلم على البارت، كل بارت ليها مسمى، تمام؟ فالبيتيوتري جلاند دي بتنقسم لثلاث جزيئات. اول جزيء ده الانتيريور بيتوتري،
الانتيريور بيتيوتري دي بتطلع وبتصنع هرمونات ببتايد نوعها بروتين، وليها اسم تاني الانتيريور بيتيوتري اسمها الادينو هايبوفيسس. طبعا قلنا البيتيوتري اسمها هايبوفيسس، الانتيريور اسمها ادينو، تمام. ده اول جزء. الجزء الثاني اسمه بارز انترميديا، في النص كده، ده سمول، تمام، وده موجود بتوين الانتيريور والبوستيريور. البوستيريور بقى بتوتري، ده نيورال تيشو متكون من نسيج عصبي، وبيطلق عليه اسم تاني نيورو هايبوفيسس. يبقى انا عندي انتيريور بيتوتري، بوستيريور بيتوتري، وبينهم البارز انترميديا. البوستيريور بيتوتري دي مش بتصنع لي، لا، بتفرز لي هرمونات لكن متصنعه فوق في الهايبو صلاص. بتفرز لي ايه بقى؟ عشان هي برضو نيورال تيشو، فبتفرز لي حاجه اسمها الاوزيتوسين وحاجه تانية اسمها الفازوبريستين، تمام، وهناخدهم بالتفصيل قدام. يبقى انا عندي انتيريور بيتوتري، بارز انترميديا، بوستيريور بيتوتري، الانتيريور ادينو هايبوفيسيس، والبوستيريور نيورو هايبوفيسيس. طبعا الحاجات دي مهمه عشان خاطر الام سي كيو. نتكلم على الانتيريور بيتوتري، دي بتطلع لي ست هرمونات. الهرمونات دي بيطلق عليها تروفيك هرمونز، يبقى اسمها ايه؟ تروفيك هرمونز. ايه هم تروفيك هرمونز؟ اول حاجه واهم واحد والمميز الجروس هرمون، ودي اسم تاني سوماتوتروبين، ده اول هرمون. تاني هرمون ثايرويد ستيمولاتنج هرمون تي اس اتش. طب تالت هرمون ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون اي سي تي اتش، وعندي مجموعه اسمها الجوناد تروبيك هرمونز، ودول اتنين اف اس اتش اللي هو الفوليكول ستيمولاتنج هرمون، والال اتش اللي هو الاوتورايزنج هرمون، واخر هرمون البرولاكتين. يبقى احنا كده عرفنا الست هرمونات اسمهم تروفيك هرمونز، وان الجروس هرمون ده ليه اسم تاني سوماتوتروبين، وان الجونادوتروبيك هرمونز ده بيتكون من الفوليكول ستيمولاتنج هرمون والليتونايزنج هرمون، تمام. هنا بقى كل هرمون وبيشتغل ايه، صوره كده ايه عامه، تمام. بصوا عليها كده ايه، يعني كل هرمون حطينا له ايه التارجت بتاع، ايه التارجت اورجنز، يعني انا كل هرمون ليه تارجت، ليه اورجنز معين بيشتغل عليه اسمه تارجت. ايه اللي بيتحكمني في افرازات الانتيريور بيتوتري؟ تمام، الهايبوثالاموس. احنا قلنا كل البيتوتري جلانز بيتحكم فيها الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس دي بتطلع لي سبع هرمونات، بتلاقي مسمياتهم بتبقى ريليزنج وانهيبيتوري، ودول بينزلوا على البيتيوتري في الوصله اللي قلنا عليها اللي هي بلاد فيزز اسمها هايبوفيزيال بورتال فيزز. يبقى انا عندي الهايبوثالاموس من فوق في وصله اسمها هايبوفيزيال تراكت بيعدي فيها بلاد فيزز اسمها بورتال فيزز، تمام، عشان اوصل للانتيريور بيتيوتري. الوصلة دي بينزل فيها هرمونات متصنعة في الهايبوثالاموس، هما سبع هرمونات. ايه هما؟ اول هرمون جروس ريليزنج هرمون ار دي اختصار لريليزنج، والتاني جروس انهيبيتوري هرمون، طب تالت هرمون سايبو تروبين ريليزنج هرمون، بعد كده كورتيكو تروبين ريليزنج هرمون، بعد كده اونادو تروبين ريليزنج هرمون، بعد كده برولاكتين انهيبيتوري هرمون، برولاكتين ريليزنج هرمون، كلهم ريليزنج ما عدا اللي هو الخاص بجروس هرمون معايا انهيبيتوري، والبرولاكتين معايا انهيبيتوري، تمام. وعشان نفهم ان انا بالنسبه لي البرولاكتين المهم بالنسبه لي الانهيبيتوري، لان هو دايما هو ده اللي في معظم الوقت هو ده اللي بيطلع الريليزنج ده في حالات معينه اللي بيبقى فيه لاكتيشن زي ما هناخد بعد كده قدام. ادي فاكين النيجاتيف فيدباك اهو، انا عندي الهايبوثالاموس بيتحكم لي في الانتيريور بيتيوتري بيطلع لي طبعا ريليزنج هرمون، ان هو ده طبعا اللي هو ريليزنج معناه انه بيشجع ان الانتيريور بيتوتري تطلع هرموناتها، تمام. وتيجي الانتيريور بيتوتري تطلع الهرمون بتاعها ايا كان، يوصل بقى فين؟
في اللي هو التارجت. خلاص اول ما الهرمون خلاص انا بقى كتير او خلاص ادينا الوظيفه بتاعتنا، يروح الهرمون بالنيجاتيف فيدباك يخلي التيومر ما يطلعش الهرمون بتاعه، وكمان برضو بيبقى على مستوى اعلى في الهايبوثالاموس ان ما يطلعش الهرمون بتاعه. اول هرمون وقلنا اهم هرمون او الهرمون المميز للبيتوتري هو الجروث هرمون. الجروث هرمون من اسمه ده بيأثر لي على كل حاجة، سواء بون سوفت تيشو. طيب البون بقى بيعمل لي ايه؟ عندي حاجتين تبع البون، كارتريج وبون. الهرمون الجروث هرمون ده في عندي سيلز تبع يعني بتاعت الكارتريج اسمها كوندروسايتس، تمام؟ هو بيعمل لي بروليفريشن يعني بيزود لي عدد الكوندروسايت. الكوندروسايت دي لما بتزيد هي دي الحتة اللي هي الغضاريف اللي هي الكارتريج اللي هي موجودة فين؟ فعند حتة اسمها الإبيفيزيال كارتريج، حتة كده هو اللي هي اللي هو في الحتة دي اللي هي لما بتكبر الكارتريج بعد كده في المستقبل لما بتتحول لبون يبقى الإنسان بيطول منها. يعني الكارتليج ده هي الحته اللي الانسان بيطول منها طول ما هي موجوده، بتزيد في وسعها وفي طولها، تمام؟ فدي اللي بتخلي الانسان ايه العظم بتاعه بيطول، تمام؟ فهي مهمه في البروليفريشن اوف كوندروسايت، دي خلايا خاصه بالكارتليج بتعمل ايه، بتزود لي الاستكنس بتاع الانفيزيال كارتليج، تمام؟ والوايدنينج اوف الانفيزيال بليد. خلاص وهناخدها ونشوف الصوره بعد كده قدام. البون بقى عندي برضو خلايا اسمها الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست دي انا بعملها سميشن برضو بزود عددها، تمام؟ الاوستيوبلاست دي ده عبارة عن خلايا البون، خلاص؟ فلما انا بعمل لها السيميليشن فكده، تمام؟ لما بعملها سميشن كده انا بعمل كأني بزود البون، بس مش بزود البون كبون، يعني الاول في المرحله بزود الكارتش، بعد كده الكارتش احوله الاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست بقى دي هي البون، فبالتالي انا بيبقى الاول الكارتش وبعد كده البون، تمام؟ فبالتالي انا كده زودت البون. طيب لما بزود البون احنا قلنا طبعا احنا قلنا الحته الكارتش تحت ايه التطويل، فلما انا الاول احولها ازود الكارتج وكده احول البون يبقى انا كده بزود الطول بتاع البون اللي هو الشافت بتاع البون. طيب ده في حاله لما انا عندي كارتج افرض الكارتج خلاص اتقفل، يعني ما بقاش في ايه غضاريف، يعني خلاص انا كبرت وصلت للطول بتاعي، ساعتها بقى الجروث هرمون بيزود السيكنس، يقعد يراكم من بره بقى فيعمل انكريزنج السيكنس اوف ذا بون. ادي الشفت بتاعي اللي هو البون، تمام؟ وادي الحته اللي فيها الكارتريج اللي انا بزود لها الكوندروسايت، تمام؟ فبالتالي الحته دي بتكبر، فبالتالي لما بعد كده بحولها الاوستيوبلاست عند العظم بيطول معايا، بس اهم حاجه ان يبقى ده كارتريج يطول معايا، لكن طول ما ده كله اتحول لبون خلاص كده هضطر ان ازود من بره من السيكنس من بره، تمام؟ طب على مستوى السوفت تيشو حاجتين، يا اما اعمل هايبرتروفي يا اما هايبربليزيا. هايبرتروفي يعني الخليه نفسها بكبر حجمها عن طريق تزويد تصنيع البروتين. الهايبربليزيا ان انا بزود عددها اخليها تنقسم كتير فاسمها هايبربليزيا. يبقى هايبرتروفي اند هايبربليزيا، ده السايز وده النمبر، يبقى هايبرتروفي سايز، هايبربليزيا نمبر. يبقى احنا خدنا على مستوى البون والسوفت تيشو. الوظيفة التالتة بقى على الميتابوليك ميتابوليزم، على الميتابوليك افكت. اول حاجة الكربوهيدرات بيعمل ايه في الكربوهيدرات نفهمها. انا هدفي يعني الجروث هرمون هدفه ان هو يزود لي الجلوكوز في الدم، يعني اي حاجة متخزنة عندي اكسرها عشان احولها لجلوكوز وارميها في الدم. الخلايا ما خليهاش تاخد الجلوكوز عشان الجلوكوز بتاعي ما يقلش يفضل في الدم، تمام؟ يبقى انا هدفي ان انا ازود الجلوكوز في الدم. طيب يبقى انا بعمل ايه؟ انا عندي الليفر متخزن فيه الجلوكوز في صوره جلايكوجين،
فانا بعمل جلايكوجين لايسيس، بكسر الجلايكوجين، فبالتالي يزيد عندي الجلوكوز. اقلل الابتيك بتاع الجلوكوز في الخليه، ما خلاش تاخد الابتيك، ما تاخدش الجلوكوز، فيفضل في الدم يزيد. المصر العضلات عندي طبعا بتشتغل بالجلوكوز، تمام؟ يعني يجي عندي الانسولين يطلع، تمام، يروح مدخل لي جلوكوز في المصر. لا، انا بمنع القصه دي خلاص. المهم ان انا ما بستخدمش الجلوكوز معايا في الانرجي برودكشن، تمام، بستخدم ايه مكانه؟ الفاتي اسيد، لكن الجلوكوز ما بستخدموش. طيب طول ما انا شايف الجلوكوز كتير في الدم، هيبقى رد فعل ايه؟ ان اشغل البنكرياس اللي هي البيتا سيلز انها تطلع لي انسولين، فتلاقي الانسولين عندي كتير بس مش عارف يشتغل، لان هو منعه بيعمل ايه؟ منعه، انا المفروض عندي الانسولين عشان يشتغل بيمسك على الريسبتور الخاصه بالانسولين، انا بقلل عدد الريسبتورز دي، فبالتالي الانسولين ما بيلاقيش الريسبتور فمش بيمسك فيها، فبالتالي ما بيشتغلش، فاسمها انسولين ريزيستنس، بيقلل السنسيتيفيتي تو انسولين. يبقى انا عندي الجلوكوز اللي في الليفر بكسره وارميه في الدم، الخلايا ما تاخدش الجلوكوز، عندي مفيش ريسبتور للانسولين، فبالتالي الانسولين ما بيعرفش يشتغل، فبالتالي المصل ما بتعرفش تاخد الجلوكوز كله، تلاقي الجلوكوز في الدم عندي بصوره كبيره جدا، ده اللي بيدخلي ممكن في سكر، مرض سكر اسمها بيتيوتري دايابيتس. طب ما انا الجلوكوز عندي بالهبل، فالبنكرياس مش مستوعب، راح يطلع لي ايه؟ انسولين كتير، بس مش عارف يشتغل الانسولين، فاعد لي كتير بقى، تمام؟ فاسمها انسولين ريزيستنس. طيب ايه شغله على الفات؟ انا طبعا قلنا ان الفات ده مهم بالنسبه لي، ان انا اللي بستخدمه في الانرجي بتاعتي في الطاقه عشان اجيب طاقه، تمام؟ بعمل ايه؟ لايبوليسيس، بكسر الفات بتاعي، تمام؟ ولو عندي دهون ما ينفعش ان انا احافظ عليها، لا، بعمل انيبيشن اوف، يعني انا مش عايز اصنع بروتينات، مش عايز اصنع دهون، تمام؟ فبقلل اللايبوجينيسيس لكن ازود اللايبوليسيس، وبالتالي الفاتي اسيد اذا عندي تبقى كتيره جدا في الدم خلاص. وده بيبقى مهم بالنسبه لي في حالات الفاستنج، انا في الصيام طبعا انا اساسا مش باكل سكريات، فبالتالي بستخدم الدهون بتاعتي، في حاله ستريس الجلوكوز عندي خلص فاضطر استعين بالفات، في حاله ستارفيشن في مجاعه، تمام، فانا بعمل استخدام للفاتي اسيد عشان تمدني بالطاقه واحافظ على الجلوكوز، بعمل جلوكوز سبيرنج. انا عندي هو الجروس هرمون، تمام، بيشتغل على الليفر، لما بيشتغل على الليفر احنا قلنا عليها اللي هو بيعمل جلايكوجينيسيس، لا ده كمان بيعمل حاجه، بيطلع لي حاجه اسمها انسولين لايك جروس فاكتور. الانسولين لايك جروس فاكتور هم دول اللي بيشتغلوا على الكارتج، يعملوا لي سبيشال كوندروسايت زي ما قلنا، ويزود الثيكنس بتاعت الابيثيليال بليد، وعلى المسلز والسوفت تيشو والبروتين سينسز، تمام. لكن الجروس هرمون بنفسه لا، عادي بيشتغل في حتتين اللي هم بتوع الميتابوليزم اللي هو الاديبوس تيشو عشان يعمل لايبوليسيس ويزود الفاتي اسيدز، تمام، وبرده بيشتغل لي هناك على السيز انها ما تاخدش جلوكوز، ويأثر لي على الانسولين ريسبتورز، وبالتالي الانسولين يبقى كتير وفي انسولين ريزيستنس. ده الجدول ده مهم جدا، تمام، بيجي لنا في الام سي كيو، ايه العوامل اللي بتزود لي الجروس هرمون والعوامل اللي بتنقص لي الجروس هرمون؟ اللي بتزود لي هايبوغليسيميا، نقص الفري فاتي اسيدز، الاكسرسايز، الاكسايتمنت، التروما، ستريس وفاستنج وستارفيشن، في بدايه النوم، الجروس ريليزنج هرمون، التستوستيرون، الاستروجين ده اللي بيطلع من التستس ده اللي بيطلع من الاوفري، هاي اللي بيبقى الفاكتورز انهيبت الجروس هرمون، هايبر جلايسيميا، زياده الفاتي اسيد، الاوبيسيتي، في حاجه هنا اهو اسمها السوماتوستاتين، السوماتوستاتين ده اللي هو الاسم الثاني للجروس انهيبيتوري هرمون، السوماتوميديان ده ايه؟ ده اللي هو الانسولين لايك جروس فاكتور اللي شفناه اللي بيطلع من الليفر. طبعا دول يعني قلنا جروس انهبيتور طبعا بيقلل، السوماتوميديان معناها ايه؟
ان هو لما طلعته من الليفر خلاص هو كده حقق الوظيفه بتاعته، فيروح يعكس يقلل الكورتيزول. النوم في الحاله المتاخره الايجين، عشان كده الاطفال في فترات النوم اللي هي في بدايات فترات النوم بتاعته ده اللي بيطلع فيها الكورتيزول، لكن قرب ما هو هيصحى خلاص الكورتيزول بيقل. طيب ندخل على الابنورماليتيز. تمام، اول ابنورمالتي افرض الجروس هرمون ده قليل، البيتري ما بتطلعليش الجروس هرمون. تمام، بس دوا لما يكون قبل البلوغ، يعني لسه الفيزيا البليد بتاعته ما اتقفلتش، يعني لسه الطول بتاعه ما وصلش للطول بتاعه، فيجي الشخص ده ايه بدوارفيزم. بس اهم يعني اهم صفه في الدوارفيزم، عند الدوارفيزم يعني ايه قزم شورت ستيتشر بروبورشنيت، يعني كل حاجه فيه صغيره، مش تلاقي مثلا حاجه صغيره وحاجه عاديه نورمال، لا كل حاجه فيه صغيره، راسه وايديه كلها متناسقه وصغيره. اهم حاجه او اهم حاجتين ان المنتال بتاعته نورمال، البرين بتاعه نورمال، يعني في المدرسه يطلع الاول، السيكشوال فانكشن بتاعته نورمال، يعني هو شكلا بس هو قزم، لكن المنتاليتي والسيكشوال فانكشن بتاعته نورمال. الابنورماليتيز الثانيه الزياده. الزياده بقى بتنقسم لحاجتين، قبل البيوبرتي ولا بعد البيوبرتي. طب لو قبل البيوبرتي يعني لسه الفيزياء البريد بتاعتنا ما اتقفلتش، يبقى انا كده هقعد ايه اطول في العضل، فهتلاقيه عملاق جانجانتيزم، ممكن يبقى اكتر من 2 متر. وايه سبب ان يبقى فيه زياده؟ ان تلاقي السيلز تحت البيتوتري اللي بتطلع الجروس هرمون فيها تيومر، فبتطلع لي عمال على بطال ومفيش نيجاتيف فيدباك. بيبقى شكله ايه؟ تلاقي كل التيشو بتاعته البون والسوفت تيشو كلها كبيره، اوفر جروس جاينت عملاق. طبعا هو بيشتغل على الميتابوليزم على الكربوهيدرات، فيعمل لي هايبر جلايسيميا، يزود لي الجلوكوز في الدم، فيبقى الشخص ده عنده السكر دايابيتس ميليتس. النوع الثاني في الزياده، ان افرض الزياده دي حصلت لي بعد البيبوت، يعني الابيفيس الزياده بليت مقفوله افطر، بيديني حاجه اسمها الاكروميجالي. يعني ايه الاكروميجالي؟ الاكرو ده الهاندز والفيت، ميجالي يعني لارج، فاسمها اكروميجالي. ايه سببها؟ نفس القصه، في تيومر بس طلع لي بقى ايه افطر بيبوت، وعندي في زي البليت بتاعتي قافله، فيبدا الاوستيوبلاست تتراكم لي من بره، فتعمل لي ايه زياده في البون ويتس عرض البون، فتلاقي الشخص شوف شكل ايده البون تخين، شوف شكل وشه، فتلاقي ايه بقى اللور جو فكه السفلي تلاقيه طالع لبره، اسمها بروجنازيسم، بروجنازيسم. تمام، البروجنازيسم دي ده مصطلح للبروثرودنج، يعني طالع لبره اللور جو. تلاقي العينين العظم اللي من فوق العين سوبر اوربيتال ريتش، والفورهيد برضو بروترودد، النوز بتاعته تلاقيها كبيره كده، الهاند والفيت بتاعته كبار، حتى ده من الشكايه يقول لك انا على طول بغير في جزمي، دايما عايز مقاسات اكبر. تلاقي الصوابع سك وبرود تخينه. تمام كده خلصنا الانتيريور بيتيوتري. الانت بارز انترميديا مش مهمه بالنسبه له. تمام، ندخل على البوستيريور بيتيوتري. قلنا البوستيريور بيتيوتري دي بتفرز تو هرمونز. تمام، وقلنا الهرمونات دي مش بتصنع في البوستيريور بيتيوتري، يعني الانتيريور لا بيصنع ويفرز، لكن ده لا افراز بس. فعندي تو هرمونز. ايه هما التو هرمونز؟ الفازوبريستين اللي هو ليه اسم تاني انتي دايريتك هرمون، والهرمون الثاني الاوكسيتوسين. المصانع بتاعتهم في الهايبوثالاموس، فالمصنع بتاع الانتي دايريتك هرمون في الهايبوثالاموس اسمها السوبرا اوبتيك نيوكليوي، والسيلز او النيوكليوي المسؤول عن تصنيع الاوكسيتوسين بارا فنتيليكولار نيوكليوي. تمام، ده مجرد بسبب عندي ان هو عباره عن ستورج بيتخزن فيهم الهرمونين دول، وبعد كده بيتفرزوا عند الحاجه وبتصنع زي ما قلنا في الهايبوثالاموس. طيب
هنتكلم عن الأوكسيتوسين. إيه فايدة الأوكسيتوسين؟ أثناء الليبر اللي هي الولادة بيحصل يوتراين كونتراكشن، انقباضات في الرحم. إيه سببها الأوكسيتوسين؟ طيب بعد ما الست خلاص ولدت عايزة ترضع، اللبن اللي بينزل من البريست بينزل ازاي؟ ان الاوكسيتوسين بيشتغل على المايو ايبيثيليال سيلز في الماماري جلاند. في عندي جلاند في البريست اسمها ماماري، السيلز بتاعتها اسمها مايو ايبيثيليال سيلز، تمام؟ طب بيحصل لها كونتراكشن، بينزل اللبن في اللاكتيشن، والحركه دي ليها اسمها، يعني اسمها ليها مسمى كده، ميلك ايجكشن ريفلكس. يبقى انا الاوزيتوسين بيشتغل في حاجتين، في اليوترس يسهل الولاده وانقباضات فينزل البيبي. طب بعد ما البيبي اتولد عايز ارضعه، يبقى بيحصل كونتراكشن للمايو ايبيثيليال سيلز ان ذا ماماري جلاند. مهمه الحاجات دي يا جماعه في الام سي كيو. الهرمون الثاني الانتي تيريتيك هرمونز. ايه الانتي تيريتيك هرمون ده؟ هو ليه اسم تاني اسمه الفازوبريسن، او ليه اسم تاني ارجينين فازوبريسن. ايه الوظيفه بتاعته المهمه؟ ان هو بيشتغل لي على الكدني. الكدني زي ما انتم خدتوا اللي ورينا في حته هنا تيوب الديستال، الحته اللي من ورا اسمها ديستال كونجكتد تيوب كولكتنج، ده يروح يشتغل هنا يمسك في الريسبتور هنا، فيعمل ايه بقى؟ يخلي الووتر يدخل على البلازما على الدم، فبيقلل لي الميه انها تنزل في اليورين. احنا عندنا بنقول عليها اندوريتيك هرمون. دوريتيك يعني ايه؟ مضر للبول، يعني بيزود البول. الانتي عكس، يبقى بيعملني مانع لادرار البول. ثانك يو. لو في اي استفسارات ممكن تبعتوها للليدر بتاعكم، تمام؟ ولو في اي حاجه مش فاهمينها او كده عادي، انا اي سؤال ابعتوه مفيش مشكله، وان شاء الله نلقاكم في محاضره جديده.